طيب ده بالنسبه لتشكيله الفريقين، نبداوا بفريق النادي الرياضي التونسي وهو الفريق الضيف. اذا شكري الواعي طارق ثابت، وليد عزيز، خالد بدر، عامر بربال، جوهر المنالي، اسكندر صويح، جوزي كلايتون، سامي العروسي، كانديا تراوري، ومراد المالكي. بالنسبه للاحداثيين، معز بن ثابت، توفيق الهمامي، فتحي محفوظي، عمر ثاني، معين الشعباني، بلال الاحمر، وجورج راميريز. فيما يتعلق بتشكيلة فريق النادي الافريقي هاي امامكم، ولو انه كان الزملاء فيما يتعلق بالفيديو لانه الصورة غير واضحة امامنا هنا. خالد عزيز، شكري الزعلاني، جمال الرحومة، وليد الغول، حمدي المرزوقي، سني بدراء، جمال بن سالم، اشرف الخلفاوي، خالد مولي، حدا عبد الجيل كماشو، رياض جلاسي. بالنسبة للاحتياطيين، فخري بن عثمان في حراسة المرمى، مهدي بن سليمان، فريد شوشان، نبيل كوكي، توفيق الصالحي، كريم الرحيمي، و جسوزا هو بطبيعة الحال رقم 8 يا احمد. بعد قليل اذا ستعطى اشارة انطلاق هذه المباراة اللي يديرها طاقم تحكيم من ايطاليا جانير بوريالو، والحكمان المساعدين رودولفو ميري وسيميوني ريدونتيتي. الحكم الرابع هو التونسي كمال القديدي، ومراقب المقابلة حبيب لاني. مع العلم وأنه هذا الحكم كان أدار في فترة وجيزة مقابلة القمة بين الانتر واليوفي، وكانت انتهت المباراة بنتيجة هدفين لهدفين. مع الإشارة أنه المباراة الأولى بين الفريقين كانت يوم 15 نوفمبر 55 في ملعب الشيخ بيتم آنذاك، وكان تفرع النادي الإفريقي أمام الترجي بهدفين لصفر. وأول انتصار كان للترجي التونسي يوم 1 جويلية 56 30-1، وبطبيعة الحال آخر مباراة في الجولة الأخيرة الذهاب بالمنزل، فريق الترجي التونسي كان تفرع النادي الإفريقي بنتيجة 3-0، والحكم كان كذلك أجنبي وهو الفرنسي سار. كان بعض الأرقام ونحن في انتظار إشارة انطلاق هذه المباراة اللي نتمناو باش تكون واعدة. وفي هذه اللحظة بالذات إذا تعطى إشارة انطلاق هذه المباراة. من إشارة انطلاق هذا اللقاء التقليدي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، أو هجوم للترجي الرياضي التونسي عن طريق كونديا تراوري، يقطع من دفاع النادي الإفريقي الكرة الترجية من جديد عن طريق خالد بدرة، وترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي عن طريق سيني بدرة، ترجع من جديد سيني بدرة وتنتقل من جو المنادي، سيني بدرة يقبل الكرة مرة أخرى وترجع لصالح النادي الإفريقي. حمدي المرزوقي بعد الكرة مباشرة الحارس شكري الوعد. 40 ثانية منذ انطلاق هذه المباراة، مباراة الجولة الثالثة من البطولة الوطنية لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. لقاء الأجوار، اللقاء التقليدي بين مدرستين عريقتين في كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الكرة ترجع لفريق النادي الإفريقي ويعطي أسبقية الحكم الإيطالي بوريلو، تمشي للاعب جيل حدا كاماتشو، ما بين زوج مدافعين يغير الوجه على اليمين، شكري الزعلاني وترجع عبد الحدا والتسديد بكل قوة عن طريق اللاعب أشرف الخلفية، ومنكم خطورة بكل قوة يسدد فوق مرمى الحارس شكري الوعر. إذن هذه أول فرصة منير بالنسبة إلى النادي الإفريقي، وأول تصويبة ما كانتش مؤثرة، وإن شاء الله على كل حال نشاهدوا كثير من المحاولات من الجانبين حتى تكون المباراة شيقة المشاهدة متاعها. من واللاعب بدرة سيني بدرة الإسعافات الأولية، ومش يستأنف اللاعب بضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي، باش يتولى تنفيذ الحارس شكري الوعد. تاخذ الكرة طويلة من شكري الوعر وترجع من دفاع النادي الإفريقي، ثم خالد بدرة يرفع كرة وبدرة سيني بالراس، يرجع هذه الكرة تمشي لأشرف الخلفاوي، مازال محافظ على كرة تتصل على مخالفة، يتحسن على مخالفة اللاعب أشرف الخلفاوي، باش يتنفذ عن طريق خالد مولي. في
تمشي الكره لجمال الحومه الاشرف الفريق والحكم مخالفه لصالح الترجي الذي التونسي فارق ثابت عمر دربال تمشي الكره لجوهر المناري فارق ثابت بالراس تسجل كرة سامي العروسي يدخل حمدي المرزوقي وليد غور كان التدخل الأخير مراد الماكو قص كرة من النادي الأفريقي كرة طويلة عامر دربير مع عبد الحد حد مر الكرة رياض الجراسي لكن تمشي مباشرة لصالح شكري الوعر مع الملاحظة بأن الترجي رافي التونسي يسجل اليوم غياب في محور دفاعه وغياب رافي زعايدي لأسباب تأديبية بعد ما جمعت ثلاثة إنذارات ترجع الكرة لصالح الترجي رافي التونسي تراوري 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 معاه اللاعب وليد الغول ومخالفة لصالح النادي الإفريقي رياض الجراسي بالراس اتجاه كاماتشو كاماتشو مازال لعب على كورتو الجراسي رجع الكرة لصالح النادي الإفريقي ثم رياض الجراسي في موقع تسلل رياض الجراسي في موقع تسلل ورياض داتي مونير ربما كان بين شك واليقين لانه كان تعرض الى اصابه في المباراه الاخيره المنتخب الوطني امام المنتخب الكوري يوم الاربعاء الفارط وبطبيعه الحال في بعض الاستعدادات وكذلك المجهود اللي قام به الاطار الطبي مكن هذا اللاعب باش يكون حاضر بعد ما قام الفريق النادي الافريقي بتربط في مدينه عين درهم. شانه كذلك توفيق شان ستيندر شويح اللي كان ما شاركش في الدول بين تونس وكوريا الجنوبيه بسبب الاصابه لكن بفضل العنايه المدرب التركي تم احضاره لهذه المباراه مباراه الدربي بين الترجي التونسي والنادي الافريقي اذا خالد عزيز حارس النادي الافريقي كره طويله وفما جلاسي ترجع الكره من عمر دربال مراد المالكي لصالح الترجي الذي التونسي مخالفه لصالح الترجي الذي التونسي اسكندر سويح باش يتولى ترتيب هذه المخالفه اسكندر سويح باتجاه سامي العروسي سامي العروسي مازال محافظ على كورته ويبحث على المعاضي يبقى عند مراد المالكي تعاود ترجع للكوره عملية تبادل بين جلاسي والعروسي وتدخل من عبد الشير حتى جعل الدفاع المعروف الزملاء حتى التماس ترجع من صالح ترجع للتونسي اسكندر صويح يوزع بالراس ترجع الكرة من وليد الغور مازال تحاول ترجع للتونسي ترجع من فلايتون وتوزيع على العارضة من مراد المالكي توزيع من جهة الدفاع من تونسي فلايتون مراد المالكي بضربة مقاسية تصدم الكرة في بيت الأمل على الأرض ثم تصدم بالعارضة وتعود إلى الميدان وأول فرصة جدية في هذه المباراة لصالح الترجي الكوري توفيق فعلا بعد إذا العملية الأولى من جانب النادي الإفريقي في الدقيقة 36 ثانية الترجي الرياضي التونسي كاد عن طريق مراد المالكي لأنه عرف كيفاش التوزيعة كانت خلفية ياخذها كما ينبغي مراد المالكي على الطاير ولكن ما كانش عنده الحظ والكره نتاعو اذا تصطدم في العارضه اذا البدايه طيبه من الجانبين واكيد ان باش نشاهدوا مستوى مرموق ترجع الكره لصالح الترجي الذي التونسي في هذا الهجوم المعاق عن طريق اسكندر سويح اسكندر سويح مازال محافظ على كورته مراد المالكي عامل بالبال يغير اتجاه اللاعب عزيز 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 مازال محافظ على كورته كلايتون كلايتون حاول يوزع وتصدم من الكرة بخالد ملهي وترجع من صالح النادي الافريقي عن طريق جمال بن سالم جمال بن سالم كرة طويلة في جهة عبد الحدة لكن يتدخل خالد بدرة يحط الكرة في التماس لصالح النادي الافريقي
دقائق و40 ثانيه منذ انطلاق هذه المباراه، والنتيجه متعادله بين الفريقين دون اهداف. ترجع الكره لصالح النادي الافريقي. التوزيع متدخل من الدفاع وكره في السماء في مراد الملك يتجنب ضربه الزاويه. شكرا بالعملية التغطية منير. بن مراد المالكي لاعب قاعد هجوما ودفاعا منذ قليل كاد بسجل هدف، والان شاهدوه على مستوى عملية التغطية. ولياقة بدنية طيبة من هذا اللاعب. بن مراد تقنية لصالح النادي الاهلي. تتنفذ من خالد مولي وبعد كرة شكري الكرة امام كرماتش يسدد الكرة من شكري الواع. يسدد وفوق مرمى الحارس شكري الواع، ضربة مرمى لصالح الترجي الذي تونسي. مونديا تراوري وتدخل من الدفاع، ترجع الكرة لخالد بدرة. خالد بدرة حارس مرمى شكري الواع، عليها عامر دربال يرجع بالكرة لخالد بدرة. وليد عزيز والتدخل من الدفاع النادي الافريقي. فريق شكري زعلاني، يرجع من جديد لصالح الترجي الذي تونسي. تراوري مراد الملك يتدخل لحسن بدارة. طرف ثابت عامر دربال، خالد بدر، وليد عزيز. كرة طويلة في العمق في اتجاه سامي العروسي. سامي العروسي والتدخل كان من اللاعب وليد الغول. ترجع من جديد لصالح الترجي الذي تونسي. عزيز تسقط من الكرة بشكل وتخرج تماس لصالح كلايتون. عزيز كلايتون والتدخل من الغول، وليد الغول بالراس. ترجع لكلايتون من جديد. مراد المالكي، اسكندر السويح، دخل الزعلان. ترجع الكرة لصالح الترجي الذي تونسي. تمشي الكرة لصالح النادي الافريقي. سيني بدرة وتقطع وتمشي لتراوري. كوندي تراوري ويسدد من البعيد وتصطدم سيني بدرة ويخلط عليها شكري زعلاني. في الهجوم منير كانديا تراوري قاعد نشاهدوا فيه دائما وابدا كثير الحركيه، وقاعد يقلق في دفاع فريق النادي الافريقي بفضل السرعه نتاعه وكذلك في التطويبات المباركه. الكره ما زالت عند النادي الافريقي. تمشي الكره لجمال الرحومه، المختار من جمال الرحومه لخالد بدره. طارق ثابت، خالد بدرة وحب غير اتجاه اللاعب في الكرة مختلفة مباشرة تماس لصالح النادي الافريقي. يتنفر عن طريق شكري الزعلاني مباشرة في يدين الحارس شكري الواعر. 11 دقيقة لعب منذ انطلاق هذه المباراة، مباراة الترجي الذي تونسي والنادي الافريقي في الجولة السادسة اياب للبطولة الوطنية لكرة القدم، والنتيجة التعادل بين الفريقين دون اهداف. طارق ثابت، جوهر المناري يرجع بالكرة لوراء لخالد بدرة. خالد بدرة اللي طبيعي يرجع إلى محور دفاع الخط الأصلية في غياب رادي جعيدي تحت عقوبة الإنذار الثالث. مراد المالكي، كوندي تراوري باهية في اتجاه طارق ثابت. ترجع الكرة لاسكندر السويح، التوزيع وكاندي تراوري بالراس ضعيفة في دين حارس خالد عزيز. يرجع الكرة خالد عزيز طويلة في اتجاه رياض الجلاسي ومعاه وليد عزيز. وتدخل من رياض الجلاسي من وليد عزيز يحط كرة في التماس. تماس لصالح النادي الافريقي. تماس لصالح النادي الافريقي بشكل الزعلاني. باش يتولى تنفيذ التماس لصالح النادي الافريقي. شكري الزعلاني من تماس طويل داخل مناطق الجزاء ورياض الجلاسي وبالراس
كانت كرة مرتدة من الدفاع ورياض الجلاسي يسدد الكرة رأسية في دين حارس شكري باهر. هاي الإعادة منير بالنسبة للقطة الأخيرة ورياض الجلاسي يغتنم هذه الفرصة ولكن تصويبته الرأسية ما كانتش مؤثرة كما ينبغي. وترجع الكرة لصالح النادي الافريقي وتوزيع اخرى في العمق داخل مناطق الترجي النادي التونسي لكن طارق ثابت كان في التغطية ياخذ هذه الكرة يمر لاسكندر السويح. اسكندر السويح مونديا تراوري مونديا تراوري وليد الغول يبعد الخطر في المرة الأولى وترجع من لصالح الترجي النادي التونسي عن طريق كوزي كلايتون على اليسار يحاول يسدد بباقة من بعيد لكن تسديده تمر فوق مرمى الحارس خالد عزيز وصلنا تقريب إلى 13 دقيقة و25 ثانية منذ انطلاق هذه المباراة والنتيجة توفيق التعادل بين الترجي النادي التونسي والنادي الإفريقي دون أهداف. لن ترجع الكرة من عزيز طويلة كماتشو ما يخلص كما ينبغي تضرب كرة على الزاتي ثم مخالفة لفئة فريق النادي الإفريقي وتحديدا خالد رياض الزاتي نفذ قطيرة من خالد المولدي أكيد أن فريق النادي الإفريقي وكذلك فريق الترجي الرياضي التونسي الهم نتاعهم الأول هو التهديف في المرحلة الأولى حتى لعبوا بكرة راح بال وصلش الكرة لسيدي بدرة وكما لاحظوا الى حد الان تم استماته كبيره من الفريقين وصل فريق النادي الافريقي وتوزيع وترجع من الدفاع وثم كماتشو والكره شكري الوعي قبل ما تخرج من الركنيه شكري الوعي على التحديد ويقول مصرفي على قرار مساعد الحكم الثاني السيد سيميوني فرنداتي اللي منحي للركنيه لفائده فريق النادي الافريقي. هاي الاعاده راوا ان شكري الوعر انها ما تجاوزت الخط النهائي راحوا في القانون ان يلزم الكره تتجاوز كليا الخط النهائي للمرمى وشكري الوعر الهدف الاول ولكن الهدف الاول سيني بدرا رقم 6 رقم 4 سيني بدرا كان في القائم الثاني فعلا من في وقت نجم نقول 15 دقيقه لعب قاطعة سني بدرة في القائم الثاني وحتى حد ما خرج لهذه الكرة على أرض الركنية كرة ثابتة وفرحة الجماهير هاي الإعادة شوفوا في القائم الثاني ما كانش محاسب وحده كانت أعلى الكرة من شكري الوعر من حيث التقدير شوفوا معها المالكي كان معاه التمركز ممتاز من هذا اللاعب الجواري أن تتغير النتيجة وتصبح هدف لصفر مع اربع شوفوا شكري الوعر كانت عالية عليه الكرة هذه ما تمكنش باش يتبدلها كما ينبغي وتتغير اذا وتصبح طارق ثابت باش يرجع الكرة من التماس طارق ثابت امامكم فرحة جماهير فريق النادي الافريقي بهذا الهدف مالكي حصل على مخالفة سويح مش ولا تنفيذ نفذ من السوايح وترجع من دفاع فريق النادي الافريقي وتوصل الكرة مباشرة إلى حارس المرمى عزيز أكيد أن هذا الهدف مش يعطي انطلاقة أخرى الكرة ما توصلش إلى كاماتشو ثم خالد بدرة باهية من خالد بدرة والحكم يعطي مخالفة سيني بدرة ينفذها بكل سرعة كرة طويلة في اتجاه كاماتشو لكن تتقبل وليد عزيز وتضرب وترجع الكرة من جديد لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي تغيير وجهة وتمتص الكرة إلى كانديا وتخرج من شكري الزعلاني مباشرة في التماس كانديا تراوري هو المعاق لايتون حاول عملية ثنائية لكن ترجع من دفاع فريق النادي الأفريقي ذات كرة بحوض فريق الترجي التونسي واسكندر السويح ومالكي ذاك يغير كليا لطارق ثابت طارق ثابت الكرة ما خرجتش ما وصلتش إلى اللاعب ثامن على روسي ما يرجع
هذه الجولة فايز فريق النادي الإفريقي عن طريق جمال بخومة. جمال بخومة بشي ولا توزيع بعيدة شوية على القائم الأيمن للحارس شكري بعد أمامكم جمال بخومة ربما حاول بشي وزع لكن الكرة وقفت كما ينبغي وشاهد بشكل تطويبة بعيدة على مرمى الحارس شكري أنواع الأخيرة في الترجي الذي التونسي هو اللي لا يرجع على الترجي الذي التونسي وفي هذا الموسم فريق النادي الإفريقي ظهر بثوب جديد ومقاطعة صليبة درة وعاد خصوصا بتعادل ثمين من جوهرة الساحل صاحب طليعة فريق النجم الرياضي الساحل وبطبيعة الحال هذا يخلي باش يكون ديربي من نوع خاص تقص الكرة من يضيعها إذا سكويح وترجع بدرا كاماتشو وترجع من جديد الى سويح كانديا تراوري كانديا تراوري ولكن اسبقيه والكره نتاعو فوق مره بقليل الحكم كان عطى اسبقيه لفريق الترجي الرياضي التونسي لما جات الكره الى كانديا تراوري اللي فضل تصوير برجل اليمنى لما جات بعيدة نصفيه او امام شوفوا كانت سامي العروسي ربما يدخل في المقابل والحكم منح الى فريقه الاولويه والاسبقيه والتصويبه الاخيره من تراوري فوق المرمى هاي الإعادة لأن منير أكيد أن النفق لهذه المباراة غير وأصبح مرتفع جدا خصوصا أن النادي الإفريقي أصبح يلعب على الهجمات المعاكسة والكرة تخرج من تماس لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي لأن 19 دقيقة لعب و20 ثانية منذ انطلاق هذه المباراة والنتيجة تغيرت منذ تقريبا 4 دقائق واصبحت هدف مقابل صفر لصالح النادي الافريقي بعد افتتاح النتيجه عن طريق بدر السني بدقيقه 15 تحديدا هذا هجوم لصالح الترجي الرياضي التونسي ومراد المالكي مازال في حوار مع بدر السني يوزع كونديا تراولي بالراس في دين خالد العزيز كل ثقه يقوى خالد العزيز هذه الكره بالرغم من المحاوله الجديه من كونديا تراولي ترجع الكره لصالح النادي الافريقي عن طريق رياض الجلاسي رياض الجلاسي ومعاه عامر دربال مخالفة لصالح رياض الجلاسي والحكم الايطالي بوريلي يعلن مخالفة وهذه إعادة للتسديدة الرأسية من كونديا تراوري في دين حارس خالد عزيز لأن مخالفة لصالح رياض الجلاسي باش يقع اسعافه انه يدخل الاطار الطبي للنادي الافريقي أرضية الميدان لإسعاف رياض الجلاسي بعد تدخل عامر دربال في هذه اللحظة الأخيرة رياض الجلاسي اللي كان بين الشك واليقين مشاركته في هذه المباراة لأن يقوم رياض الجلاسي باش يستأنف اللاعب بمخالفة لصالح النادي الإفريقي والجماهير غفيرة هنا في ملعب المدينة الرياضية براد 7 نوفمبر فماش مكان شاغر منير والملعب مقسوم إلى جهتين جهة للترجي الرياضي التونسي وجهة النادي الإفريقي والحقيقة شيء يعمل كيف في هذا اللقاء التقليدي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي والمخالفة لصالح النادي الإفريقي ثم أشرف الخلفاوي وخالد مول هي أمام الكورة وخالد دمولي يسدد تسلم الكرة بطارق ثابت وترجع لصالح النادي الافريقي والتسديد بجانب مرمى الحارس شكري الواعي كان من الشكري زعلاني من شكري زعلاني يسدد على يمين الحارس شكري الواعي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي تنفذ كرة تتجاوز وسط الميدان بدر السني بالراس وكونديا تراوري مالك ياخذ الكره وترجع من جمال الرحومه وخالد بدره مخالفه لصالح مراد المالكي ضد بدر السني لصالح الترجي الرياضي التونسي سني بدره في الكرات الفضائيه حتى الى حد الان هو الاول على الكرات عند الرايح كندل كوايح في القائم الثاني وترجع من دفاع فريق النادي
النادي الافريقي بدرا بخارج الرجل الطويل وشكري الزعلاني مباشرة في التمرين. فريد عدايز باش ترجع الكرة إلى التمرين. اسكندر الصويح ورائية وفلايتون والكرة الهدف بتاع مراد المالكي. مراد المالكي يتمكن يظل من خارج الرجل على اثر نجم كله تماس من بدايه الوهله الاولى ويتمكن يظل مراد المالكي من تعديل النتيجه تقريبا في 23 دقيقه لعب. اذا بعد 8 دقائق لعب بالضبط 8 دقائق لعب يعادل فريق الترجي التونسي النتيجه. نعاودوا نشاهدوا هذه الكره من الكور البطيئه. شوفوا كيفاش الكره بخارج الرجل تنصدم في القائم الايسر ثم تلج شباك حارس عزيز لايتون يرجعها ورائيه. اذا نجم كله فيه كثير من المساهمات. هذا الهدف عدى على اكثر من رجل وفي النهايه تلج الكره الشباك وتتغير النتيجه. اذا مع 23 دقيقه لعب تصبح هدف لهدف وانطلاقه منير جديده لهذه المباراه اللي قلنا اكيد انها باش تكون واعده في تقدم ان الاطار المباراه طيب جدا وهو الدرس المتوسط والجماهير حضور الجماهيري غفير وسحب الهدف وتعادل مالكي رجع الدور الثاني وتهرب الكره. الان تغيير وجهه لفارس نادي الافريقي كانت مباشره من قلب ملهي طويل وترجع لفريق الترجي التونسي جوزيك لايتون. جوزيك لايتون مع اشرف الخلفاوي والحكم يؤمر مواصلة اللعب. وليد عزايز طويلة وقبل ذلك تخرج الكرة إلى التماس. شوفوا الأجواء داخل الملاعب ألعاب نارية احتفاء بهذا اللقاء التقليدي لقاء الدربي. مخالفه للسهوله كانت تدخل من جمال الخلق الى القلب. شوفوا جمال الخلق من القلب وتكون المخالفه وتسويبه ضعيفه في دين الحارس عزايز كانت من المناري. قلب بدرة بعد الكرة من المنطقة بتاعه وحكت الهجوم لملاري سوايح مع برحومة سوايح حافظ على كورة سوايح مازال حافظ على كورة سوايح وترجع الملهي وبن سالم بدل السيني كانت من برحومة لبدل السيني
والهي تقدم الكرة ضد الأسوايا أسوايا على النادي والمخالفة ضد قدم والهي عند أسوايا سيرة ترجع الكرة من مراد الملك عند أسوايا اتجاه كانديا تراوري الكرة ما تصلش إلى سامي العروض ويرجع الهجوم أمام بالسنة اللي فات فريق النادي الأفريقي عكس الهجوم عن طريق عبد الجليل حد خالد مولي خالد مولي وطويلة بيوزع في اتجاه رياض الجلاسي لكن الكرة خرجت برة مرمى لصالح الفريق النادي التونسي ثم خالد مولي بنك احتياط النادي الافريقي من ضربة مرمى لصالح الفريق النادي التونسي في التنفيذ الحارس شكل الواع بدأ سيني مرة أخرى بالرأس في التغطية جمال الحومة بالرأس حمدي المرزوخي حمدي المرزوخي خالد مولي عهد عرب ثابت المخالفة لصالح جوهر المهي ضد حمدي المرزوخي صالح الترجي الذي تونسي تدخل من حمد المرزوقي من جوهر الناري ومخالفه لصالح الترجي الذي تونسي خالد بدر باش يتولى تنفيذ هذه المخالفه وليد عزيز وليد عزيز يرفع كوريا كل كره في العمق لكن حمد المرزوقي بعد الكره بالراس وترجع الكره لصالح النادي الافريقي عند اشرف الخلفاوي اشرف الخلفاوي تقطع وترجع من لصالح الترجي الذي تونسي كلايتون كلايتون في هذا الهجوم لصالح الترجي الذي تونسي تحصل على مخالفه تحصل على مخالفه ضد اشرف الخلفاوي اول انذار يرفع الحكم الايطالي بوريلو ضد اللاعب اشرف الخلفاوي اول انذار الاول في هذه المباراه تقريبا دقيقه 30 المخالفة لصالح الترجي الرياضي أمام الكرة ستاندر سوايا بالعادة عملية المخالفة في التنفيذ ستاندر سوايا يخلي الكرة وليد عزيز ويسدد بكل قوة لكن تصدم بدفاع نادي الفريق وترجع من جديد لصالح النادي الافريقي ومخالفة ضد وليد عزيز لصالح عبد الجليل حد كاماتشو يتاخذ المخالفة جمال الحومة جمال الحومة أمام مراد المالك حب يمرر خالد مولي تقطع من طرف ثابت وتعود لصالح الترجي الرياضي التونسي خالد مولي وترجع من جديد لجمال الحومة جمال الحومة يوزع على اليمين فما رياض الجلاسي رياض الجلاسي مع عزيز رياض الجلاسي أشرف الخلفاوي معاه كلايتون أمامه كلايتون أشرف الخلفاوي مازال محافظ على كورته حاول يوزع وسهلة في دين حال شكل واعر ترجع الكرة من شكل واعر ما ياخذهاش سامي العروسي تمشي وليد الغول جمال الحومة مازال محافظ على كورته معاه مراد المالكي مخالفة لصالح المخالفة فعلا مخالفة يقول الحكم السيد دوري لصالح الترجي الذي تونسي ضد جمال الحومة طارق ثابت يتنفذ تمشي الكرة لخالد بدرة اسكندر السويح مراد المالكي صاحب التعادل للترجي الرياضي التونسي في اتجاه طارق ثابت داخل منطقة الجزاء يرفع طارق ثابت وفرصة لصالح الترجي وليد الغول يبعد هذه الكرة كانت فرصة سانحة للتسجيل لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذه الدقيقة 32 لكن دفاع النادي الافريقي وتحديدا وليد الغول يبعد الخطر فما كان خطر مخطط من جوزي كلايتون وكذلك في القائمة الثانية موجود كانديا تراوري هاي الإعادة شوفوا كيفاش تمكن يهرب طارق ثابت ويجي كلايتون وتبعد من وليد الغول
ترجع الكره لصالح النادي الافريقي، وحمدي مرزوقي ما فهموش بدل ثاني ترجع الكره لصالح الفريق التونسي. سمي العروسي، اسكندر السوايع، كوندي، تراوري سمي العروسي، وما فما حتى شيء يقول الحكم. تقطع الكره من بدر سيني، خالد مولي في اتجاه كاماتشو، شكري لاعب الاخر، شكري لاعب خارج مناطق، يقص هذه الكره ويبعد الكره للتماس. تتنفذ شكري لاعب خارج مناطقه. كانت فرصه لصالح النادي الافريقي، او التدخل الاخير والحكم يقول يتواصل اللاعب على اثر ما فماش مخالفه، وتعكس الهجوم، وهذا هجوم وفما انذار وليد عزيز، انذار لوليد عزيز، انذار بانذار. بعد تدخله بشكل زعلاني من نجم الفريق ينحس على انذار، وكان الحيوان يتحسن لوليد عزيز على انذار ومخالف لصالح النادي الافريقي. خالد بملهي في تنفيذ هذه المخالفه، خالد بملهي يستعد لتنفيذ هذه المخالفه بعد ما يعطيه الاشاره الحكم. نبع المدافعين والمهاجمين الحكم بوريلي، تتنفذ المخالفة ومباشرة في دين حال شكل لاعب. أثناء التمارين في غضون الأسبوع جنود فرق تركوا كثيرا على الكرات الأفريقية لأنها هي التي تحتفل بها. من تماس لصالح الترجي الذي التونسي، احتفل تماس وليد عزيز، وليد عزيز في تنفيذ التماس، تنفذ الكرة في اتجاه سمي العروسي التي قبل وليد الغور، يوسف وبعد الكرة في اتجاه حدة، ترجع الكرة لاسكندر السويع، سمي العروسي، كلايتون على اليسار، يوزع كلايتون في وسط الدفاع، وتدخل من دفاع النادي الافريقي، ومرة أخرى وليد الغور يبعد هذه الكرة تمشي طارق ثابت. طارق ثابت ورائية خالد بدرة، وصلنا إلى 35 انتقالات، بأقل من 10 دقائق مازال تحصلنا على نهاية هذا الشوط الأول، والنتيجة متعادلة بين النادي الإفريقي والترجي التونسي هدف مقابل هدف. النادي الإفريقي كان النتيجة عن طريق بدرة سنة 15، ومراد المالكي تمكن من تعديل النتيجة 23. تمشي الكرة كانت من شغل الزعلان، ما تدخلش لأنه وليد عزيز على تماس بعد ما رسمت الكرة، لفت الكرة خالد مولي، خالد بدر ثم انذار لطارق ثابت بإشارة من مساعد الحكم الأول. دقيقة 36 إذن بعد وليد عزيز من جانب الترجي التونسي، وثم اشرف الخلفاوي من جانب النادي الافريقي. انظروا 2-1 لحد الان، وان شاء الله الامور تقف عند هذا الحد. هاي الاعاده، شوفوا بالنسبه الى جمال الحومه وتدخل طارق ثابت والحكم اذا ينظروا، فهو الانذار الثاني كما قلت في خطوط فريق الترجي الرياضي التونسي، ويقوم اذا جمال الحومه بالحباس، وهو من العناصر الشابه في فريق النادي الافريقي من مواليد 10 فبراير 83، مازال المستقبل امامه. شكري الزعلاني، وليد عزيز لا جاي نمتاح قد وكما شو ما يخش هذه الكره، مع مراد المالكي، وتخرج كرة شمال قوة في التماس، وطارق ثابت يرجع هذه الكرة اتجاه كانديا تراوري مع وليد الغول، عثمان الثقة،
تغيير اتجاه سامي العروسي مع شكري زعلان. هذه العملية جوزي كلايتون وثم قطع حتى الاستقبال. الكرة تخش النهائي. مدخول تماس وكأن فريق النادي الافريقي. جمال الحومة مش يرجع الكرة إلى اللعب. طويلة. وطارق ثابت يرتكب خطأ. مدخول الكرة مخالفة لفائدة فريق النادي الافريقي. كاماتشو مازال موقع على الميدان اليوم يشوفهم لاباس والحكم يامر المسعفين باش يدخلوا الميدان حتى يقدموا له الاسعافات الاوليه. امامكم بنك احتياط فريق النادي الافريقي وكذلك بنك احتياط فريق الجزائري تونس. ديك السيد اكيد انه يستغل هذا التوقف حتى يقدم بعض التوجيهات الى سامي العروسي. يخرج كاماتشو وهذا صوره للهدف الاول كان في الدقيقه 15 ثم ما فاتوا من الحضور مبكرا هذا الهدف التعادل من المالي الدقيقه 23. وكل الاجيال حاضره خلال هذا اللقاء. نرجع من كلايتو لايتون مع جمال بن سالم الى كانديا تراوري. كانديا تراوري تغيير كلي وسويح والكره ما توصلش الى كانديا تراوري وشكري الزعلاني يخط هذه الكره مباشره الى خالد بدره. دربال ومقطع من دربال ما توصلش الى طارق ثابت. كاماتشو يتخلى منذ قليل مازال حافظ على كورته. كاماتشو يغير كليا عنده مساحه مرئيه طيبه لكن جوزي كلايتون يرجع لقص هذه الكرة. بدرة دربال ناري طارق ثابت دربال كرات قصيرة داخل المنطقة خرج هذه التونسي ترجع من دربال مباشرة إلى خالد بدرة. خالد بدرة مثلا حافظ على كورته طويلة وتتقسم الحومة وإلى كسر الهجوم اللي فات فريق النادي الافريقي. كاماتشو وترجع للحومة لكن هناك لكن قبل ذلك تم مقاتله لفريق فريق النادي الافريقي في جمال الحومه بالذات. خمس دقائق فقط توصلنا عن نهايه الشوط الاول. النتيجه هدف بهدف. لاعب جديد تفاعل نصف في بعض الاحيان. وجمال الحومه في تنفيذ هذه المخالفه وتم عمليه تسلل طبقها فريق الترجي الرياضي التونسي. وحوار بين شكري الباعث وبدر السيني ينتهي بمخالفة لفائدة الحارس مرمى. يمكنك باش تقرأ على وجوه اللاعبين الأسرار القطعي. نعرفوا أن لقاءات الدربي عندها أهمية بالغة لجماهير الفريقين وكذلك بالنسبة لمباراة الترجي للتونسي والنادي الإفريقي. تبعها الجمهور حتى خارج الجلاسي المقاطعة الدربي الشهيرة في البلدان العربية مثل في مصر مثلا بين الزمالك والأهلي والأمس في إسبانيا وهو لقاء مش بكل مش دربي لكن الاختلاف التقليدي بين برشلونة وريال مدريد انتهى بنتيجة تعادل هدف لهدف من مخالفة لفريق النادي الأفريقي. تاخذ من بدرة سنين طويلة كانت كاماتشو دائما بظن الأول على الكرة معاه الراسي الآن خطأ حصل عليه جوزي كلايتون من تقريبا اقل شويه من فينا راح يحقق لاعب والنتيجه الى حد الان هدف بهدف. المخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي ووليد عزيز في تنفيذ هذه المخالفه. ياخذ الكره الطويله وياخذ كره بدر السيني بالراس قبل كونديا تراوري ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق طارق ثابت على اليمين باتجاه المالك. كنت تدخل من جمال الرحومه وتعود الكره للنادي الافريقي خالد مولي. جمال الرحومه وتدخل من طارق ثابت وتعود الكره للترجي الرياضي التونسي. اسكندر سويح وحصل على مخالفه بعد تدخل خالد مولي. من مخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي. تفذ من جوهر المالي تمشي الكره لاسكندر سويح. يتقدم الكره اسكندر سويح. اسكندر سويح كونديا تراوري
وتدخل من حمدي المرزوقي والحكم يقول تدخل غير شرعي مخالف لصالح الخارج الارضي التونسي. والحكم الايطالي شوفوا كيفاش قريب لجل العمليات الحكم بوريلي اللي كان ادار لقاء تقليدي في اطار البطوله الوطنيه الايطاليه لكره القدم بين اليوفي والانتر واللي انتهت بالتعادل هدفين مقابل هدفين امام 80 الف متفرج. هذه المره امام تقريبا 60 الف متفرج. المخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي. واكيد انا شكري بيعرف خالد بدر يعرفوا جيدا هذا الحكم لانهم لعبوا في ايطاليا ربما ادار بعض المباريات لفريق جينوفا. كان ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي وخالد عزيز في تنفيذ هذه تاخذ كرة طويلة وكماتشم يخرج كرة قبل مراد المالكي وترجع من وليد الغور رياض الجلاسي خالد المولي في اتجاه رياض الجلاسي ومخالفة يقول الحكم لرياض الجلاسي ضد وليد عزيز. إعادة تنفذ المخالفة تمشي الكرة أشرف الخلفية ومن مطارق ثابت أشرف الخلفية داخل منطقة الجزاء وتوزيعته بالليسا وترجع له الكرة بعد ما رجعت من شكل الواعر يعاود يوزع مرة أخرى ومباشرة في دين حارس شكل الواعر وكاد الخفاوي باش يضغط شكل الواعر لأنه كان في الجهة اليسرى وعلى القائم الأول وكانت ثم فريق بطبيعة الحال قلها الخفاوي لكن شكل الواعر عاد من جديد وقام حال بعملية تقطيع أحسن ما يكون توفيق تفضل زوز طيب إضافية في هذا الشوط الأول مباراة الترجي ونادي الإفريقي. شكرا شكيب وكان عندك ربما بعض الاستجوابات الفورية مع نهاية الشوط الأول يمكن القيام بها. مع الشكر توفيق. أرجع الكرة تماس لفائدة الفريق النادي الإفريقي شكرا زعلان بشكل التنفي. أرجع الكرة من جديد. ترجع من جديد الى شكري الزعلاني كانت ممتلي من خلف الملهي وانعكس الهجوم لخلف فريق الترجي الرياضي التونسي ثم تسلل ثم تسلل غضب البادية على تانديا تراوري على هذه العملية هذه اللي وقع فيها البنزي فقط وحوار من الحوار بدل سيني غير كليه طويله الكره وتدخل من وليد عزايز بدات الكره لخالد المولي الزعلاني ما ياخذ هذه الكره تقام بدرجه مخالفه وفائده الزعلاني امام كاديا تراوي ترجع الكره طويله ما توصلش ترجع الى بدل سيني بدل سيني تغيير طويل وتدخل من الدفاع وشكل الواعر في اخر لحظه ومعكم شكل الواعر دائما ابدا يقظ داخل المنطقه نتاعو ونجم نقولوا في هذه اللحظه اطلب مرض تحت الضغط على فريقه بدات دقيقه تكون من الوقت المبكر وشويه يلقى على الميدان نتمناو باش تكون فريق الان تدخلات ان شاء الله دائما غدا تكون في الفتره الشرعيه بالنسبه الى الجامعه التونسيه لكره القدم كانت قدمت بعض الوثائق تقريبا 50,000 وثيقه خط الجمهور للتحلي بالاخلاق الرياضيه هذا عمل تشكر عليه الجامعه التونسيه لكره القدم من اجل صيانه الروح الرياضيه وكذلك بعض النتيجات اللي فيها بعض الرسائل تدعو الى التحابط وكذلك بعض المقولات من مقالات كثيره من ايام الدين العزيز بن علي في اطار تشجيع الرياضه وتحلي الجماهير بالروح الرياضيه وكل اذا الامور كانت محفوفه في هذه المباراه من اجل انجاح هذا العرس الكروي في لقاء التقليدي بين فريقين
ولأول مرة الديربي لن يجرى على أرضية هذه الملعب درة المتوسط ملعب مدينة 7 نوفمبر فيران جمال الحومة مع جوزي كليتو يدخل ويخرج الكرة تماسي في فريق النادي الإفريقي أكيد بعد الثواني فقط وتطلق صافرة نهاية الشوط الأول وهذا ما تم بالتحديد لكن شكيب عنده بعض الاستجوابات الفورية شكيب نسمع فيك توفيق تفضل اذا مراد مراد خالد اسكندر اسكندر السويح الى جانبي توفيق تفضل اسكندر هدف الشوط الاول تنتظر الشوط عودة من جديد للشوط الثاني من مباراة النادي الإفريقي والترجي التونسي والنتيجة تغيرت لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي تو بعد قليل نشاهدوا كيفاش سامي العنوسي مع مدافع وانتبهوا عملية الهدف منذ الدقيقة إذن الثانية هاي تتغير شوفوا سامي العنوسي والزعلاني معاه إذن وتم مغالطة الحارس المرمى ويكون الهدف الثاني شكري الزعلاني هو اللي غلط حارس مرمى إذن تتغير النتيجة في وقت مبكر منذ انطلاق الشوط الثاني شوفوا كيف شكر زعلاني حاب يقط الكرة على سامي العروسي وغالت حارس مرمى بطبيعة الحال بصفة عفوية وانطلاقة أخرى لهذه المباراة بعد افتتاح النتيجة منذ دقيقة 15 لفائدة فريق النادي الإفريقي عن طريق بدرة السيني وتعديل النتيجة في دقيقة 23 عن طريق وراد المالكي شكري الزعلاني غالت حارس مرمى ويحقق هدف التفوق حاليا لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة الثانية. رجع الكرة الاسكندر السويح مراد المالكي ما فماش تغيير في صفوف الفريقين في هذا الشوط الثاني. الفايح منذ انطلاق الشوط الثاني مخالفة لصالح النادي الترجي الرياضي التونسي. اسكندر السويح في تنفيذ المخالفة اسكندر السويح من خالد عزيز امامكم وجه في الدفاع نتاعو تتنفذ من اسكندر السويح مبادرة سيني بعد الكرة في التغطية بعيدة وترجع لصالح الترجي التونسي مولد الملكي يحاول يسدد تسلم الكرة لخالد مولي وترجع وليد عزيز يرفع كرة عالية كونديا تراوري غير اتجاه اللاعب على اليسار خالد بدري ينزل الهجوم لمعاقبة جمالة غير اتجاه اللاعب على اليمين اسكندر السويح يرجع بها ورائية طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت مراد المالكي طارق ثابت طارق ثابت مازال محافظ على كورته حب يمرر كونديا تراوري تقطع من دفاع نادي الافريقي يعكس الهجوم يعكس الهجوم اشرف الخلفاوي اشرف الخلفاوي في اتجاه جمال بن سالم جمال بن سالم ومخالفة يقول الحكم بوريلو لصالح النادي الإفريقي مخالفة لصالح النادي الإفريقي والنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الترجي الرياضي التونسي من لاعب جمال بن سالم عناصر الواعدة في صف النادي الإفريقي مخالفة لصالح النادي الإفريقي تتنفذ وفما أربعة لاعبين في موقع تسلل من النادي الإفريقي من باش تتنفذ مخالفة تسلل من حارس شكل لاعب موقع عدد تسللات النادي الإفريقي وقع في فخ تسلل مرتين بينما الترجي الرياضي التونسي وقع في فخ تسلل في مناسبة وحيدة تنفذ مخالفة تسلل بشكل لاعب ودفاع بالراس شكري الزعلاني وتخرج الكرة تماس لصالح النادي الإفريقي شكري الزعلاني هو اللي باش يتولى تنفيذ التماس أشرف الخلفاوي تقطع كرة من كليتو تمشي كونديا تراوري وتمضي عليه الكرة مع وليد الغول وتخرج كرة تماس لصالح النادي الإفريقي تتنفذ التماس من وليد الغول تمشي بدرة سيني خالد المولي عبد الجليل حده ومختار تمشي سامي العروس
والحكم يقول مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي هذا الهدف الثاني. وكذلك بعض من اللاعبين الترجي الرياضي التونسي يقومون بالحركات التسخينية. يخرج سامي العروسي باش يستأنف اللاعب بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. اسكندر السويح في تنفيذ المخالفة. اعتقد ان اسكندر السويح تمشي مباشرة للدفاع النادي الافريقي. وصلنا الى 52 دقيقة لعب في هذه المباراة، 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، والترجي الرياضي التونسي متقدم على النادي الافريقي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. ترجع كرة من ثابت وتتقط من طارق ثابت. طارق ثابت ما تخطوش الى شوية، ترجع من جمال حومة كمارك سيرة ما تخطوش الى زلط، وحركة الهجوم اللي كانت فريق الترجي الرياضي التونسي بها من شوية مباشرة الى وليد وتوصل الكرة الى كاتيا تراوري. تراوري يصوب ارضية، ارضية مباشرة بها لعملية الهجوم من وليد عدي، قام بمجهود طيب وتمريرة من تماس لفريق النادي الافريقي. هاي اللقطة الأخيرة بالنسبة لتصويب الأرضية مباشرة من جانب فردية تراوري. ترجع الكرة كلايتون، طويلة من كلايتون وتقف من شكر الزعلاني. حتى الهجوم باهر أشرف خلفاو لويس، شكر الزعلاني يحاول باش يقص لكن ترجع من خالد بدرة. مازالت الكرة بدرة سيني وتكسر الهجوم باهي من كانديا تراو لزاهر كلايتون. الكرة ما توصلش، توصل صويح الآن، صويح مع خالد مولي، صويح خالد مولي يرتكب خطأ. مخالفة لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي في هذا صويح. تفضل شكيب. شكرا لك. اذا تغيير اضطراري في صفوف الترجي الرياضي التونسي، وليد عزيز باش يخلي مكانه للمعير الشعباني. اذا هذا هو التغيير الاول حسب الطبيب الفريق ياسين محمد، لكن وليد عزيز قاعد يشوف فيه على حق حافة الميدان قاعد يطلب الطبيب باش يواصل اللعب بالرغم من اصرار الدكتور الترجي على تغييره في معين الشعباني. نشوف فيه على حافة الميدان. إذا إصرار كبير من جانب وليد عزيز، لأنه نعرف مقابلات الدربية عندها أهمية خاصة، وهو يدخل ويصر بالرغم كما كنا نشاهد فيه في حوار مع رئيس الترجي التونسي السيد سليم شيبوبا كذلك طبيب الفريق ويواصل. ترجع كرة من جلاتسي غير كلين إلى بدرا، لبدرا مازالت كرة بحوض فريق النادي الإفريقي وجمال سالم يصوب لكن ترجع من الدفاع. ترجع كرة من جمال سالم يقعد على سوايح باهية من جمال سالم يهرب على دلبان ومخالفة ضد الباك وترجع مخالفة لفريق فريق النادي الافريقي. معكم لقيادة الدربية تكون عندها قيمة خاصة، والى حتى الان اكثر اللاعبين حضورا فوق الميدان في لقيادة الجارين هو شكري معه. هذه بالنسبة لي المقابلة 19 اللي يكونها في لقاء الجارين حكم تقدم سن نسبيا حال، وكذلك لانه منذ الصغر وهو يشتغل يحرز شباك فريق الترجي الرياضي التونسي. خالد مولي بالنسبه لتنفيذ هذه المخالفه الى فتح الارضيه هذه المره ولكن ترجع من دون البيضه. جمال حمد حافظ على هذه الكره قبل ما تخرج الى السماء. زعلان طويله منه
ترجع من أشرف الخلفاوي، ثم كاماتشو ووليد عزايز وباهر من دربال ترجع الكرة وتحت الهجوم الآلي في الفريق الترجي ويتوقف سريعة جدا موقوف تصف علينا سوايح ويرجع الهجوم لفريق الفريق النادي الإفريقي وترجع من خلف بدرة طويلة اتجاه كانديا تراوري لكن مع حمدي المرزوقي بدل السنين وتم حضر كورة مرزوق طيب جدا في الميدان فريق النادي الإفريقي والكرة تصل مباشرة إلى حارس مرمى شكري الوعاء بعيدا كبيرا على كمان حتى الانزعاجات الجاذبية بعد تجربة فريق النادي الإفريقي بحبة عن رأس كل من كمان وكذلك الراسي ربما يكون تغيير إذا بعد قليل من التوقيت الثالث كذلك تغيير ليس مكان جمال الحمضان شاهد ارجع الكره لفريق الرجل ترجع البدره عمر جبال لازم ثابت لانها كانت بسرعه بدات تندر شويه كثيره كان ديتراولي تراولي بعدها الناس ترجع من زميل إلى سوية سوية تقسم البدلات وسوية تقسم هذه الكرة وترجع من الدفاع حمدي المرزوقي باهر من سوية مع حمدي المرزوقي كمان جميع الحومة والكرة ما تخرجش إلى طرف ثابت وترجع إلى حمدي المرزوقي مع سوية تقدم في الكرة وتخرج كرة الناس وصلنا تقريبا 150 دقيقة والنتيجه هدفين لهدف البيت ولكن لا نقول والتغيير شخص الان اشرف الخلفاوي بشغل رجله من الخلف على كانت التوقيت الصحيح وهو اول تغيير في هذه المباراه خروج اشرف الخلفاوي في صفوف فريق النادي الافريقي تقول منير فعلا في صفوف النادي الافريقي ايوه كذلك بالنسبه للترجي التونسي ما تواليش تعويض لانه بقى مصر اللاعب فريق الترجي الرياضي التونسي وهو وليد عزيز اللي ما تمش تغييره الى حد الان. مخالفه لصالح الترجي التونسي والحكم الايطالي يطلب من المسعفين دخول ارضيه الميدان لاسعاف لاعب من الترجي التونسي ولاعب من النادي الافريقي. بعد الاصطدام العفوي بينهما وامامكم اشرف الخلفاوي اللي غادر الميدان. بما كانوا زميله توفيق الصالحي طبعا وسعت الجامعة التونسية لكرة القدم بعض اللافتات وحث الجماهير الرياضية على التحلي بالروح الرياضية من بينها عديد النقاط تلعب دائما من أجل انتصار تلعب بروح رياضية تمتثل لقواعد اللعبة تحترم منافسيك وزملائك والحكام والرسميين والجماهير تتقبل الهزيمة بشرف تحافظ على تطور مصالح الكرة ترفض الفساد والمنشطات والتعصب والعنف وكل المخاطر الأخرى التي تهدد كرة القدم تساعد الذين يقاومون محاولات الفساد في الرياضة تكشف عن كل من يحاول الحق من قيمة الرياضة وتكرم كل من يدافع عن شرف ومصالح كرة القدم هذه بعض النقاط لجماعة كرة القدم قواعد ذهبية للروح الرياضية لحفظ الجماهير الحاضرة هنا للتحلي بالروح الرياضية بشقة إسعاف اللاعبين باش يستأنف اللاعب مراد المالكي كان مبادرة الميدان لتلقي تخرج الكرة بطريقة رياضية ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي ربع ساعة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني والترجي التونسي مازال متقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد راسيني ترجع له الكرة من جديد وكرة طويلة في العمق اتجاه رياض الجلاسي لكن خالد بدرة كان في التغطية بعد الكرة ترجع من صالح الترجي الرياضي التونسي في تراوري وفوزي كلايتون في اتجاه تراوري وتراوري يوزع داخل مناطق الجزاء يخرج خالد عزايز يحكم امام سمير العروسي
ترجع الكرة من خالد عزيز طويلة، تدخل من عامر درباب، يرفع كرة عالية تمشي بدرة سنين جمال رحومة. كاماتشو مازالت تحمس الكرة، يتقدم كاماتشو يتقدم ويتحس على مخالفة، يتحس عبد الجليل حد على مخالفة، مخالفة لصالح النادي الافريقي. تغيير في صفوف الشكيفه، ما ذول تغيير في صفوف الترجي الذي التونسي. اسمع فيك منير، تغيير اضطرار، اذا خروج مراد المكي ودخول عمر سني بعد تعرض مراد المكي الى اصابه ان شاء الله ما تكونش خطيره. عمر سني كانوا في تشكيله الترجي. شكرا. شكرا شكيب. اذا تغيير بتغيير، مراد المكي خروج اضطراري ودخول عمر سني، والنادي الافريقي دخول دقيق صالح لمكان اشرف الخلفاوي. هذه مخالفه لصالح النادي الافريقي، تنفذ من خالد المولي مباشرة في دين الحارة بشكل واعر، يرجع بالكرة في اتجاه كونجيا تراوري، يرفعها عالية وتعكس الهجوم لصالح الترجي التونسي. ثم مخالفة أنباء، انذار لبدر راسلي، انذار الرابعة في هذه المباراة، زوز للنادي الافريقي وزوز للترجي التونسي. لم تمن عروسي هذا بتدخل بدر السني على سامي العروسي بكلف انباء. المخالفه لصالح الترجي الذي التونسي، واسكندر السويح باتجاه طارق ثابت. طارق ثابت السني معاه جمال بن رحومه، وتخرج الكره في المساعده الحكم الثاني لصالح الترجي الذي التونسي. طارق ثابت في تنفيذ التماس، تنفذ في اتجاه عمر سني. طارق ثابت ويرفع كرة، وتدخل من الدفاع، تقول الكرة من جوار الناري، يرفعها عالية داخل مناطق الجزاء في اتجاه كوندي تراوري، وتخرج الكرة ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. ردة الفعل سريعة جدا من كوندي تراوري اللي كان مع وليد الهون، وهو اللي يرتدي على هذه الكرة من تامي العروسي، ويسبق اذا وليد الغول ويرتمي. هذه قوه هذا اللاعب في خط هجوم فريق الترجي الرياضي التونسي. ترجع كره لفريق النادي الافريقي اللي قاعد يبحث عن هدف التعادل. تغيير كلي من جمال سالم الى الزلاتي، والكره بتاعه ما توصلش. وليد الغول عمليه التغطيه، بدلاء وليد الغول، وليد الغول اتجاه كاماتشو، والكرة مازالت رحومة، جمال رحومة يحاول باش يوزع تقدم الكرة بدربال، وتخرج ركنية لفريق النادي الافريقي. الكرة كانت في عامر دربال، ونجيب ركنية للنادي الافريقي، والتفوق حيث عدد الركنيات. خالد المولي القائم الثاني، وترجع من شكري الزعلاني ضعيفه في دين الحارس شكري الوعاء. شكري الوعاء خبره كبيره، وكما قلنا حضور متميز في لقاءات الدربي، اكثر لاعب حضور هذه المره بكل اعاده وتمركز في المكان المناسب، ويحضر هذه الكره اللي كانت نجم نقولوا ضعيفه من جانب شكري الزعلاني. وتدخل من الدفاع ويجيب ركنية دائما ابدا. بالنسبه للاعب فلوري كونديا، خطر مستمر على دفاع فريق النادي الافريقي. نفذ هذه الركنية، القلب بدا، الشهيان نتاعها قد قد بعيده برشا بدون عنوان. أو أمامكم خالد بدر صح. دقيقة لعب هذا الشوط الثاني، والنتيجة إلى حد الآن هدفين لهدف لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي كان بادر منذ الدقيقة 15 عن طريق سنين بدر، ثم مراد المالكي في الدقيقة 23
حق هدف التعادل. وشوك الزعلاني الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، إغالة حارس مرمى على أثر بطبيعة الحال مضايقة وخطر محدق من جانب سامي العروسي. بدر السيني قاعد يقوم بدور كبير جدا في صفوف وسط ميدان فريق النادي الإفريقي، ويذكرني بالدور اللي كان يقوم به سراج الدين الشيحي، لأن كل الكرات خصوصا منها العالية هو يقنصها. ثاني مازال محافظ على كور، ثاني مع توفيق الصالحي ويرجع الهجوم جمال بالنسبة لفريق النادي الإفريقي عن طريق بدر السيني. ترجع من كاماتشو، بدر السيني غير كليا هذه المرة، الكرة بعيدة ما خلطش عليها خالد الملهي وتخرج الكرة تماس. تماس يعود لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي. أمامكم خالد الملهي اللي كان ينتظر استقبال هذه الكرة، ووليد عزيز في إرجاع الكرة إلى اللعب. ترجع الكرة بوليد الغور، حركة الهجوم لفائدة فريق النادي الإفريقي. وتخرج كرة تماس لفائدة فريق الترجي الرياضي. أمامكم مهدي بن سليمان، أكيد أنه شيخ ربما مكانه في تشكيلة فريق النادي الإفريقي. ماذا عساه أن يضيف لفريقه؟ هذا ما ينتظره على كل حال حذاء النادي الإفريقي. جلاسي رجع كرة الثاني، توزيع ذات كرة بحوض فريق النادي الإفريقي، ويخرج الحارس شكري الواعر وليد عزيز يكمل هذه الكرة ترجع له من بلايتون. وليد عزيز سويلة لجهة سامي العروسي، شوف عملية بناء الهجوم بالنسبة لهذه الإفريقي. سامي العروسي يحط على هذه الكرة وتهرب على عزيز ويخرج الكرة تماس لفائدة فريق النادي الإفريقي. أمامكم الإعادة بيد واحدة يخرج عليها شكري الواعر ويكمل عملية التغطية بالنسبة إلى وليد عزيز. رجع الكرة إلى جمال قومة ويخرج شكري الواعر أمام كاماتشو، وتكت الهجوم عن طريق صويح لفائدة فريق الترجي الفوز. تقطع الكرة ويصبح الهجوم لصالح النادي الإفريقي، وتدخل من عامر دربالة أمام توفيق الصالحي يبعد الخطر. تمشي الكرة حمدي المرزوقي والتدخل من كونديا تراوري، يحط الكرة في التماس لصالح النادي الإفريقي، يتنفذ بسرعة وكرة خاطئة تمشي لخالد بدر. اسكندر السوايح عمر ثاني في اتجاه كونديا تراوري، لكن الكرة تمشي مباشرة حارس خالد عزيز. 25 دقيقة لعب، وصلنا في هذا الشوط الثاني، ولا الترجي التونسي متقدم بنتيجة هدفين مقابل الهدف. دور المناري تصل الكرة من وليد الغول، تمشي البادارة جمال بن سالم، خالد الملهي تمشي البدرة، بدرة سنه مع عمر سنه، وترجع الكرة توفيق الصالح لغير اتجاه اللعب بالرحومة والتوزيع داخل مناطق الجزاء. رياض الجلاسي وفرصة لصالح النادي الإفريقي، والتسديد بالرجل اليسرى كان ضعيف من توفيق الصالحي. أمامكم المهدي بن سليمان شق أقحامه بالتشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي. نشوف مكان شكون، إعادة للتوزيع والتسديد ورياض الجلاسي والتمهيد والتسديد من توفيق الصالحي، بعيدة وضعيفة على مرمى حارس شكل الواعر. رغم جاته على رجل اليسرى وهو اللي استعملها يلعب بها، وهو لاعب يساري. توفيق تفضل. إذا مهدي بن سليمان كيف أشرت منذ قليل شاهد مكانه، مكان رياض الجلاسي في خط هجوم النادي الإفريقي. البحث إذا عن تعديل النتيجة من جانب ممر النادي الإفريقي السيد روني إكسبرايا، والجلاسي اللي كان مشاركته بين الشرط واليقين، وما طبعا ليش يلعب 100% بكامل إمكانياته، ويبحث فريق النادي الإفريقي عن سرعة مهدي بن سليمان، واللي دائما وابدا لما يشاركوا فريق النادي الافريقي يكون حاضر مع الشباك ويعانق
هذا ما يهمه، في حين فريق الترجي التونسي يسعى للمحافظه على هذه النتيجه وربما دعمها بهدف اخر يخرج متصدر من هذه المباراه. ترجع الكره لصالح النادي الافريقي، ما يخلطش عليها خالد مول الهتمات لصالح الترجي التونسي. التغيير الثاني للنادي الافريقي هذه المباراة، ثم تغيير في صفوف الترجي التونسي، تغيير في صفوف الترجي التونسي. جوهر المناري هو اللي بيخرج ويخلي مكانه المعين الشعباني منير. شكرا شكير، لانه التغيير الثاني كذلك في صفوف الترجي التونسي، كل فريق قام بتغييرين الى حد الان. المعين الشعباني ياخذ مكان جوهر المناري باش يستانف اللعب بتماس لصالح الترجي التونسي. تنفذ بسرعه سمي العروسي، سامي العروسي، كرة تخرج تماس لصالح الترجي التونسي. وليد عزيز في تنفيذ التماس لصالح الترجي التونسي أمامكم. وليد عزيز والحكم، يقول الحكم يقول التماس يعاد لصالح نادي افريقيا هذه المره. ناخذ التماس ومعين الشعباني واول لمس للكره في هذه المباراه بعد دخوله. يمشي للكره سامي العروسي، المخالفه يقول الحكم لصالح الترجي التونسي، مخالفه لفايد سامي العروسي، مخالفه لسامي العروسي. والاهازيج والاغاني مازالت متواصله هنا في ملعب المدينه الرياضيه 7 نوفمبر بيراديس. ومخالفه لصالح الترجي التونسي في الكره ثابته السوايع، ويخرج خالد عزيز بقبضه يديه بعد الكره مباشره للتماس. كانت مقوسه من اسكندر السوايع، وخالد عزيز بقبضه يديه يحط الكره في التماس، تماس لصالح الترجي التونسي. طارق ثابت في تنفيذ التماس، طارق ثابت، والحكم يقول التماس يعاد لصالح النادي الافريقي. يتنفذ التماس والتدخل من معين الشعباني، حط الكره في التماس ولصالح النادي الافريقي. مكان جوهر المناري منذ دقائق تقريبا، كره طويله في اتجاه المادي بن سليمان، خالد بدر براس في تغطي قبله، وتخرج الكرة تماس لصالح النادي الافريقي. النادي الافريقي في تنفيذ التماس تنفذ، تدخل من خالد بدر في مرة أولى ثم في مرة ثانية، تمشي الكرة كونديا تراوري، يرفع الكرة بوليد الغول، مازال حافظ على كونديا تراوري في اتجاه سامي العروسي مع حمدي المرزوقي داخل منطقة الجزاء، والتدخل من حمدي المرزوقي في آخر لحظة، والمساعد الحكم الثاني يقول ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي، او اخر ما لمس الكره كان سامي العروسي. بدر سني، عمر سني، وتعكس الهجوم لصالح الترجي التونسي. الحكم يقول ما فما شيء، ترجع الكره لصالح النادي الافريقي، وتمشي الكره لبدر سني. بدر سني رفيق الصالحي وخالد المولي، وترجع له من جديد خالد المنه ومعاه كليت، وفك الكره تمشي للسوايح كونديا تراوري، كونديا تراوري وسامي العروسي كان في موقع تسلل، مخالفة تسلل لصالح النادي الافريقي. وصلنا دقيقة 31 من هذا الشوط الثاني، 14 دقيقة لعب وصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والكرة تتعود من الحارس خالد عزيز، ورجع الكرة مخالفة التسلل، خالد عزيز طلب نفسه تنفيذ الكرة طويلة، وترجع إلى كانديا تراوري، ثم بدرة بدرة سني بدرة مازال حافظ على كورته قصيرة، وخالد مولهي بدون عنوان، ويخليها بدرة مباشرة إلى حارس مرمى شكل الواحد. أمام كاماتشو، بدر كثيرة من ثابت، بدرة طويلة
ترجع كرة إلى الثاني مع بدارة. مخالفة للاعب الإيفواري ضد اللاعب السنغالي عمر ثاني. ترجع كرة لفت فريق النادي الإفريقي تغيير كلي. قلت إلى مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان يهرب على وليد عزايز. كرة ثم لايتو بل جمال بن سالم بن سوايع. سوايع ترجع إلى كانديا تراوري ثم سوايع من جديد أمام وليد الغول. تغيير كلي والكرة تصل مباشرة إلى حارس المرمى بعد لمسة رأسية من سامي العروسي. ترجع كرة من عمرو درباز وقتها لكن سلام الملهي كانت سيرة برشا طويلة الآن اتجاه مهدي بن سليمان. وترجع وكانت فريق الترجي الرياضي التونسي باهي من سويح بكل ثقة في النفس. وتغير كلي اتجاه سامي العروسي. سامي العروسي كرة ما توصلوش وتدخل من الدفاع وترجع إلى أسباني ثم كلايتون. وتغيير كلي من سويح. طارق ثابت مع ثاني. ثاني ومع جمال سالم. كرة إلى ثاني. يوزع وتدخل من الدفاع فريق النادي الإفريقي إلى جوزي كلايتون. يفضل نرجع الكرة إلى الخلف. نرجع الكرة من جديد كلايتون يهرب على جمال سالم. كلايتون مازال محافظ على كرته مع كانديا تراوري. عملية ثنائية وترجع من دفاع فريق النادي الافريقي. وبدرة سيني سيني بدرة الحكم يأمر بمصادة اللعبة كما قبل ذلك مخالفة لسيني بدرة. كرة الحصة الأكثر في وسط ميدان. وسيني بدرة قاعد يقوم بدور كبير جدا في وسط ميدان فريق النادي الافريقي. كل كرة تمر منه إلى جانب الأصنام نتاعها خصوصا منها الكرات الفضائية. ويلا مشكلة زعلان وتدخل من دفاع الترجي الرياضي التونسي اللي حاول يشخص الهجوم على طريق جوزيه كلايتون. وترجع من وليد الغول سويح يشير له مساعد الحكم الثاني سيموني. هاي الإعادة ترجع من دفاع الترجي التونسي كانديا تراوري ما يقوهاش. وبدر السيني وليد وحمد المرزوقي رجع هذه الكرة إلى بدر السيني. بدر السيني مازال حاب على كورتو شكل النجوم اللي قاعد يكون فيه ودور كبير إلى بدر السيني. وفاهم ودافع عن نجوم فريق الترجي الرياضي التونسي. الكرة بتاعت سلسلة شوية. الكرة كان ديتراوري وجه لوجه والحارس يقوي هذه الكرة. كانت مغالطة ورائية من دفاع فريق النادي الإفريقي. وكان ديتراوري نعرفوه لاعب اجتهاد. ورجع من المهدي بن سليمان عملية ثنائية. المهدي بن سليمان مازال حافظ على كورته لكن قص وقال فترة يحتاج إلى نزول. يقص الكرة إلى سوية. سوية طويلة في الاتجاه والكرة ما توصلش. كلايتون كانت من في اتجاه كان ديتراوري. ترجع بدل السيني مع كلايتون. بدل السيني رجع كرة للخلف كرة من وليد الغول. بدل السيني مرة أخرى مجهود طيب. جمال بن سالم. جمال بن سالم ثقة المساندة ومحافظ بصعوبة في تسلل الكرة. مهدي بن سليمان يسقط الكرة لكن يخذها من جديد مع سوايع. مهدي بن سليمان يغير كليا. Thank you.
خالد البولي يخلي مكانه لديسوزا، يعني التفكير في خط الامام النادي الافريقي متواصل في بال المدرب ريليكس برايا. فعلا من وصلنا دقيقه 37 النتيجه الى حد الان هدفين لهدف لفارس فريق الترجي الرياضي التونسي، الافتتاح من فريق الحضرة منذ دقيقه 25 ثم مرة ثانية 23 النتيجه والشكر اتى علينا الضغط الباهي في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني بغالب حارس الباهي وينهي هدف التفوق لفريق الترجي الى حد الان. الهجوم لصالح الترجي الرياضي كم يقول مازال ما يسالش شوف لقطه طيبه منير هذه قلبه جايز مع عجيب حدا حركه رياضيه وشد عضلي وساعده حتى يوفق اللعب لقطه طيبه جمال الحمى براس في كرة التماس تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي اقل من 7.5 عن المباراة. الترجي الرياضي التونسي مازال متقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف، يرفع كرة عالية من السويح والدفاع ترجع من شكري الزعلاني براس مباشرة في التماس، تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي تنفذ من طارق ثابت في اتجاه مرساني ومرساني يرفع كورة قبل ما تخرج وخرجت الكورة توزيعته خارج المرمى، يعني تو مرساني ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي بجدولة تفريضة للحارس خالد عزيز. تنفذ من خالد عزيز مهدي بن سليمان في اتجاه دي سوزا، دي سوزا ويعطي الأسبقية الحكم الايطالي. مازالت الكره في حوزه النادي الافريقي بدر السني، جمال بن سالم، جمال بن سالم الكره تخرج تماس لصالح النادي الافريقي، جمال بن سالم في تنفيذ التماس يتنفذ في اتجاه مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان بدر السني يرفع كره عاليه في وسط الدفاع الترجي التونسي ترجع من طرف بالراس بدر السيني مرة أخرى ويقص الكرة عمر دبال ثم تمشي الكرة مباشرة إلى جوزي كلايتون في اتجاه تراوري ديسوزا يفقد التوازن وتضيع عليه الكرة ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي خالد بدرة ومعين الشعباني، معين الشعباني ويتحس على تماس أمامكم معين الشعباني عزيز في تنفيذ التماس والتدخل من شكري الزعلاني رقم 10 يحط الكره في التماس، تماس من جديد صالح الترجي الرياضي التونسي، وليد عزيز كوندي تراوري معه وليد الغول ترجع وليد عزيز يرفع كره عاليه في اتجاه سامي العروسي لكن قبل حمدي المرزوقي تمشي بدر السيني والهجوم يتعكس لصالح النادي الافريقي، مهدي بن سليمان بعد تمهيد من عبد الجليل حده ومهدي بن سليمان يحصل على مخالفه بعد تدخل من عامر دربال، مخالفه لمهدي بن سليمان يعادل العمليه الاخيره وتدخل عامر دربال امام مهدي بن سليمان ومخالفة لصالح النادي الافريقي، شكري الزعلاني امام الكرة في تنفيذ هذه المخالفة، شكري الزعلاني يتقدم ويسدد بكل قوة تصطدم بدفاع الترجي الرياضي التونسي، يخرج شكري الواعي قبل ما تخرج ركنية يمر جوزي كلايتون طويلة في اتجاه سامي العروسي، سامي العروسي والتدخل من دفاع النادي الافريقي عن طريق جمال حومة حط الكره في التماس، تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي تقريب كذا دقائق لاعب مازال توصلنا على نهايه هذه المباراه والترجي الرياضي التونسي مازال متقدم على النادي الافريقي بنتيجه هدفين مقابل هدف. تعود الكره تماس لفريق النادي الافريقي، شكري الزعلاني في التنفيذ
وثلاثة دقائق إذا باش يضيفها الحكم الرابع بإشارة من الحكم الرئيسي حكم الساحل حبيب ناني إذا هو الحكم الرابع. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي. الحكم الرابع هو كمال القديدي بالفتحات السيد ناني هو مراقب هذه المباراة. ترجع الكرة لفات فريق النادي الإفريقي اللي يبحث في الدقائق الأخيرة هذه عن تعديل النتيجة. ثاني بدرا تفتك منه الكرة وتقص الهجوم لفات فريق الترجي الرياضي التونسي. معين شعباني يبحث عن المساند معين شعباني ومع شطي الزعلان معين شعباني باهي منه والكرة كانها التصقت بالأرجل وفي الأخر تعود تمس لفات فريق الترجي الرياضي التونسي. كلايتون في إرجاع الكرة وترجع من شكري الزعلاني ومعه سوايح شكري الزعلاني طويلة ثم مهدي بن سليمان إلى الخلف دي سوزا يحاول باش يغير كليا لكن عمر ثاني يخص هذه الكرة طويلة ثم كانديا تراوري مع حمدي المرزوقي. كانديا تراوري سريع هذا اللاعب وحب باش يراوغ ولكن تخرج الكرة في الأمان. دقيقة وبعض الثواني تستنى عن نهاية المباراة في وقتها الأصلي. النتيجة هدفين لهدف لفريق فريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للفريق التقني اللي أمامكم هذا البث ترتيب الأسئلة الفنية لحبيب حسني وطارق الهويدي ومعقوب بن فرحات مراد تمون نظام الساحل عبد الوتشة مساعد التصوف محمد التليلي نور السعيدي أنور السعيدي هندسة الصوت بجوب الهمامي رشدي الحميدي هندسة الفيديو جمعة مندويل وعبد الهاب عبد الغنير ومانيا المجدي كمال الساحلي وعبد الإبراهيم وبدر الدين نفريجي. الإشراف الهندسي للصوت موجب مباركة محسن نفريجي. الإشراف الهندسي النجار الجديدي تصوير ماهر بقرة عادل آية عمار نظيم بالعون طارق الشنوف الكهرباء محمد الحفصي عمر دلبوش والإخراج لعبد الجبار البخوري. تبقى الكرة وليد الغول وليد الغول مع سامي العروسي وليد الغول الكرة بتاعه تقدم في سامي العروسي وتخرج الكرة تمام. شكرا علينا في عادة الكرة إلى اللعب حمدي المرزوق في العمق طويلة طويلة في اتجاه كاماتشو لكن عامر دربان قبل وجدت الكرة جمال الحومة وعمر الثاني تقدم فيه الكرة وتخرج الثانية. خلنا إذا في الوقت المبدل في الوقت بدل الضايع عمر الثاني مازالت الكرة نحو فريق الإفريقي ثم عامر الدربان يخلي الكرة تخرج وترجع كرة لفريق فريق الترجي الرياضي التونسي. لمسة من طيبة جدا من شويح تبقى فيها فنية كبيرة شويح اتجاه سامي العروسي ثم كان ديتراوري يطلب الكرة والكرة توصل فرصة كبيرة ياسر لفريق فريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق معين الشعباني اللي صعد للهجوم لكن يقترفها حارس المرمى خالد عزيز. هاي اللقطة الأخيرة شفت كيف معين الشعباني يحرز لكن يحاول باش يضغط وكانت سهلة في دين الحارس بدرة طويلة ثم وليد عزيز ومعه جمال بن سالم فرصة لفريق فريق النادي الإفريقي واحتفال في الدفاع والكرة ثم خلف بدر يخلي الكرة تخرج تماس لسوزا في تنفيذ هذا التماس. الدقائق الأخيرة في الوقت بدل الضايع طويلة من دي سوزا مستمرة كبيرة من دفاع فريق الترجي التونسي ثم دي سوزا مع كلايتون وكلايتون ترجع كرة ما زالت بحوض فريق النادي الإفريقي تشير إلى حمدي المرزوقي. حمدي المرزوقي الآن تمريرات طويلة في العمق وصوص الكرة من كاماتشو مباشرة في دين الحارس في الوعاد ماكو كاماتشو بعد العملية الأخيرة. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي في فائزه في شهر مارس بالذات خلال 91 مباراة اللي جات بيناتهم كان انتر خسر 3 مرات نادي فيه 6 مرات وخمسة تعادلات حصلوا في شهر مارس. ثم بالنسبة لانتصارات فريق النادي الإفريقي ذهابا وإيابا كانوا مرتين فقط 75 و92 وبالنسبة لانتصارات الترجي التونسي إذا كان ينتصر في هذه المباراة تكون انتصاراته ذهابا وإيابا في 6 مناسبات على كل حال إلى حد الآن 5 وقعد إلى حد الآن يمر لتحقيق
هذا الحدث أي 6 مرات ذهاب وإياب، كان ذلك في مواسم 61 62 73 74 93 94 95 2000، وربما في هذا الموضع الحال ما زال بعض الثواني من نهاية هذه المباراة، وسمة كبرى من جانب مدافعي فريق الترجي الرياضي التونسي طويلة. المهدي الاثماني حاول باش يقص هذه الكرة والحكم يأمره باش يقف أمام خالد بدر. ويعاد ترجع هذه الكرة أمام ديفوزا بعد الثواني فقط وتنتهي هذه المباراة التي تكون في لقاء دربي يعتبر لقاء واحد. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم الإيطالي جينارو بوريالو عن نهاية هذه المباراة بتفوق.